أفاينك حزبك معارضك هي وضني إبراهيم مهدي بوباء وما أنت ورباهن تكلها اللي شيرت لا يدك قبتم قال ده هرجيسة يا عم باريني إذا كل دش وقط وري أفاينك جرب كده اللي يرد حزبك معارضك هي وضني محمد صديق يا قار كم ده اللي انتر يرسو مالن وكهاد لي مالكش قال قصة من الدكدة بربرة سقى حكومة دنا وجب باقيني صدق دق حرية ده يقص على صدر اللي انت عسي وكان إبراهيم مهدي بوباء وارمها سكاد ليا بسم الله الرحمن الرحيم عم بارين نرفت حالي قاسي محمد صديق أفرين يرب العيادة حس بقى هي حلونا هكلا لحر الحنان لقبطي وقم دروح اللعنة عدادس عبرولي عقد شبولين حلوك ما قاقان حريد دي باليارة على الوسوع اللي سنقول أخصاب لنا وحانا نكوش لنا بل رمضان خير كده ونجد انه كفى لسنا وحكي على الله علينا حكومه عيدي بليس كان نسوي شيء انه اني كنت دكتور هذا حركه بلا شرعيه عن حي سنين بس فيه شرعيه ما وار المحكمه تدك السيدي حكومه ذيك اللي تلسن وضعها سوق لقوا وار سنه ايوه ما بيعيش سوق كنت لو سوق يقول لك دي مقاحيا وارن ادو فرحهم وانا عبارين انا بالليل بسنا وحي كان لوحي مالقش قد كده بربرة حقنا بقول لي إنه واحد من ضد مواطنينا ما ها أجنبي فكر كودنا دستور كحرية دسي يقف خصوصا مواطن وكل يوم كرو ما هو حقيقة قار لو كان كتير تارك لو كان كتير لأن يرد يكلا الشركة أي كان ده يخلص من أي أي كسر شيء ده بلا حكاية سمال لو راح وش يجا شيء بربرة أنا قار كلو واحد حري إذا لفت كده عارفين شرح جبان مرسن فقوق مثلا ليس موتش ليس ان اي تاي ارين ميل غانا كسو بحداي امركيدو مره غادي مستحد مون امبار انه حل لا غير راس دو حساب حريدو دا موسى عبد الواحد موسى كالسن تي في هرقيسه.